أردت أن تغلب مفروض أنك تتصف بالحكمة، لأن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتخلص من الخطية ويعرف كيف ينقي قلبه. وإن أردت أن تغلب اهتم بالصلاة، اطلب معونة من ربنا. وإن أردت أن تغلب ليكن لك تواضع القلب، لأن الشياطين لا تستطيع أن تقاوم المتضع. قالوا مرة للقديس مكاريوس الكبير، قالوا له أنت تصوم ونحن لا نأكل، أنت بتسكن البراري وإحنا بنسكن برضو البراري، أنت تسهر ونحن لا ننام، ولكن بشيء واحد تغلبنا. قال لهم إيه؟ قالوا له بتواضعك. أنشتم ما يقدرش يتواضع. فلما تتواضع ربنا يعطيك القدرة على أنك تغلب الشياطين.